رح ننتقل الآن لمتابعة تقرير للزميلة هبة مرعي من الفحص وأيضا الزميلة نادية الحنيطي. نتابع هذا التقرير الرائع معا. أنا وكاميرا يوم جديد إجينا على الفحيص، رح ناخدكم مشوار غير شكل، رح نشوف جمال الطبيعة، جمال ناسها وشعبها الطيب، أكيد من خلال عيون شباب الفحيص، خليكم معنا. يعني عيسى خربت الدير أحلى من هيك ما في، خضار، الجو روعة، المكان نفسه عن جد تحفة، تحكي لنا أكثر عن هالمكان. خربت الدير واحدة من أقدم الأماكن الأثرية موجودة بالفحيص. وما زال مع التطور المعماري والتطور الحضاري اللي صار بمدينة الفحيص، يعني مناش ننسى إنه إحنا مدينة الفحيص كانت قرية صح وتحولت لمدينة، ولكن ما زالت محافظة على هويتها وعلى تراثها وعلى عرقها. خربة الدير واحدة من أقدم الأماكن الأثرية بالفحيص، بيحكوا إنها تعود ل 800 سنة قبل الميلاد. حلو، طبعا احنا حنكمل جولتنا عيسى وحنمشي ونشوف الخضار ونشوف هالأحجار القديمة اللي صار لها مئات من السنين. معقول نيجي على الفحيص وما نزور استديو هوا الفحيص. أنا موجودة باستديو هوا الفحيص وبالذات مع فراس ببرنامج دردشة مع فراس. بالعادة نحن الضيوف بيجوا لعنا وبكونوا ضيوفنا وبنسألهم أسئلة كثيرة، اليوم لا، أنا عندك استديو هوا الفحيص ومع دردشة مع فراس. نعم يسعد نعم صباحك فراس. نعم احنا دائما تحلى بوجود أشخاص مثلك. يسعدك وميت أهلا وسهلا، وأنتم مش ضيوف، أنتم أصحاب دار. يسعد قلبك. فميت أهلا وسهلا فيكم. أنا كثير مبسوطة فيك، مبسوطة بروحك، يعني أنا حاسة قد إيه أنت بهالبرنامج عم تعطي فيه من قلبك فراس، وبحسك أنت بالحقيقة مثل ما أنت على البرنامج. صح صح، وأنا كثير دائما باخذ هاي العبارة إنه يا الله شو بيشبهك، يا الله قديش هذا قلبك انت فعليا. الحمد لله. طيب شو اليوم؟ شو اليوم؟ اليوم بدك تستحملي. طيب مبدئيا شوفي احنا راح نكون لطيفين ومستقبلين هيك، يعني جنتل راح نكون معك. احنا راح نستثني ثلاث فقرات ونروح على اخر فقره. يا ساتر. ببرنامجنا في دردشه مع الضيف أوكي. وفي دردشه مع سقراط بنحكي عن كتاب واقتباسات. تمام. في لعبه مع الضيف، انا عافيكي منهم الثلاث. يا سلام. بس اخر فقره سؤال الجوكر، شو راح أعفيكي منه؟ فجاهزة لسؤال الجوكر؟ يلا. طيب هبة، إحنا بحياتنا جمل، عبارات، كلمات، خواطر
واللي بيميزنا هي الحركات الإعرابية. أوكي. فتحة، ضمة، كسرة وسكون. وين كسرت هبة بالحياة؟ متى انكسرت هبة؟ شوف، دائماً بقول الكسرة بالحياة لحظتها بنحس بالكسرة، بس بعدين عن جد بنقوى. وأنا هذا الشيء عشته، وأكيد كل حدا عم بيحضرنا وعم بسمعنا عاشه. الحياة حلوة بس فيها مصاعب. كسرتي إن شاء الله إنه ما يكون في كسرة يعني أثرت فيه، بس ممكن نقول فشل بمشوار مثلا، شغلة خسرتها ما قدرت أخدها، ممكن أحس بالزعل مش كسرة. الكسرة كلمة كتير كبيرة فراس، يعني لا سمح الله لا سمح الله موت حدا قريب عليك. صح. هون أنا وقتها بحس بالكسرة. بس أشياء الحياة والمصاعب والظروف اللي عم بتصير معانا عن جد بنقوى، يعني كل ما وقعنا نرجع بنقوى. صحيح. طيب مين هي الضم اللي بتحسسك بالأمان؟ أولادي، أهلي، ماما، بابا، إخواتي، يعني صحباتي، الناس اللي بحبهم. وخاصة أني أنا ما بعرف أجامل، فإذا ما حبيت شخص مستحيل يعني يكون بحياتي. فالأشخاص بس اللي بحبهم هم اللي أنا ضاميتهم وخانقيتهم. طب هبة، متى بتعيشي حالة السكون؟ لما بحس أنه حكيت أو ما حكيت ما حيأثر، بحاول أنه أنا أبعد خلص. يعني في كتير شغلات بتصير بحياتنا فراس، بيجي عبالنا كتير إنه إحنا نغيرها، بس ما عم تتغير. بقول لا خلص، هي الدنيا هيك، هي الحياة هيك، بس خلص تيأس، بتقول خليني أسكت شوي. بس يعني أنا شخصيتي كهبة مش كتير بعرف أسكت، يعني مش كتير راكزة على السكون. يعني ممكن أولها أساير بعدين بنفجر، ما بقدر. نعم. يس. طب لو حكينا عن الفتحة، مين كان وجه فتحة خير عليكي؟ كتير أشخاص، أولهم والدتي، والدي، عائلتي. يعني في كتير أشخاص بتشوفهم بتحس قدي وجههم حلو عليك. صحيح. وهيك أشياء وراء بعض أحلى من التانية بتكون. فبشكرهم لدعمهم لإلي، وبشكر كل حدا وشه حلو علي كان. جميل. كمان أنا وشي كان حلو على ناس، زي ما بتعطي زي ما بتأخذ. بالضبط. عن جد الحياة أخذوا عطف فعلا بكل شيء. فعلاً. بكل شيء. ما في إشي مستاهل ضلي تأخذي بس أو تعطي. ما بتقدر. إذا ما أخذتي لا تعطي. إذا ما أعطيتي ما بتأخذي. يس. تحية لكم كلكم. يسعد صباحك يا رب. ونفتخر دائما بوجود قامات مثلكم. يسعدك يا رب. شكرا لك. Thank you. بنهاية لقائي مع فراس ما خلصنا، لسه مكملين وحنلف جولة بشوارع الفحيص. أكيد أنا وأنجلينا وكمان فراس ومعانا عيسى الفرج. خليكم معنا. الفحيص مع شباب وأهل الفحيص، اللي عن جد اليوم أنا شفت الفحيص كتير غير، كتير حلوة، وكل مكان أحلى من الثاني. طبعا معاي أنجلينا ومعاي عيسى اللي لسه مكملين بجولتنا. يسعد صباحكم. يسعد صباحك، نورتينا. أنا صراحة كتير مبسوطة، والفحيص منورة بأهلها. أنجلينا حبيبتي، هون كانت الفحيص، فهون تسموها هلا البلد القديمة، وإحنا هلا بحارة الرواق. إذا بتشوفي هبة، المباني هي كلها بنى قديم وعمارات قديمة، وهي فعليا هي هيك البنى تبعها. أنا متخيلة هذا المكان بالليل قديش حلو. يس. هو منطقة رواق الفحيص، وتحديدا شارع البلد القديمة اللي احنا موجودين فيه حاليا، هو من اجمل مناطق بالفحيص، ومستهدفة من قبل السياح وزائرين الفحيص. موجود فيه كثير حوالينا مطاعم سياحية ومنتديات ثقافية، بتجمع مواهب وطاقات شبابية لأهل الفحيص وغير أهل الفحيص. كثير بيصير في عنا زوار من خارج الفحيص بيجوا بيفتحوا معارض جاليري. صح. رسم، تحف، وشركات عالمية كمان. يس. يس. بالإضافة عنا مطاعم سياحية بتغطي برضو المنطقة كلها الموجودة عندنا هون. بما أنك حكيت عن الطاقات الشبابية، أنا سمعت محضرين لنا هيك. أنت مش سامعة صوتي؟ أنا سامعة، بس بدي أعرف شو حضرتوا لنا لليوم. اليوم يعني قبل ما أحكي لك عن الإبداعات الموجودة معنا اليوم، إحنا عندنا طاقات شبابية يعني مغطين المملكة اليوم. إحنا شباب الفحيص موجودين بكل مكان. صح. في المملكة. صوتهم حلو. صوتهم حلو. برسموا كل شيء. برسموا وبيصوروا. عندنا مصورين كتير شاطرين، عندنا فنانين وصلوا للعالمية.
راح اليوم يكون معنا المطرب الفنان فادي سمير وفرقته الموسيقية طبعاً. هلا راح نسمعهم نتعرف عليهم أكثر، بالإضافة إن مواهب ثانية راح نعرفك عليها كمان. إحنا بمشوارنا بالفحص. وأنا سامع صوت الطبلة، يعني هلا بدنا نروح لعندهم ونشوف شو حاضرين لنا اليوم. اسمعي اسمعي من هلا، هي نفسيتك للمواهب الموجودة جوا، ما أحلاهم. قد ايه حلو عن جد الشباب هيك يفرغوا طاقاتهم باشياء شيء مفيد ينعش الروح. صح. كنا بنعرف الموسيقى قد ايه مهمه. كانت معنا خيرة من شباب وبنات موهبين من الفحيص. كان معنا فادي سمير الصوت الجميل، لارا مخامرة الصوت الأروع، والمصبية الحلوة اللي شاركت وبادرت من صغرها بصوتها الحلو. كان معنا يوسف السويس عازف العود، وكانت معنا جود مدنات عازفة الإيقاع اللي الكل مفتخر فيها وموهبتها الفريدة من نوعها كبنت. استمتعنا بوجودكم. اليوم بالبحيص رحنا على أكثر من مكان، اليوم متواجدين بجاليري بضم أكثر من لوحة لأكثر من فنان. أنجلينا رح تحكي لنا أكثر عن المكان. المكان أهلا وسهلا فيك. أهلا حبيبتي هبة. هلا المكان أو الجاليري هذا دمج بين الفن المعماري القديم وبين الفن زي ما أنت شايفة باللوحات. فمالك هذا الجاليري هو الفنان خلدون الداود، دمج بين مباني القديمة اللي كان مالكها قديما لهذا الجاليري، فدمج بين الفن المعماري وبين الفن الرسم. ما مش هتطرق لهي المواضيع هاي لأنه مش صاحبة اختصاص، بس زي ما عم بنشوف التنوع باللوحات بين كل لوحة ولوحة. ولعلمك كل لوحة ولوحة رسمها يا فنان أردني يا فنان عربي أو عالمي، فأنت تتخيلي هالمكان قدي ضام طبعاً. ضام فنانين، يعني مش بس من نطاق الوطن العربي، من نطاق العالم، يعني فنانين عالميين إجوا هون وإلهم رسمات هون. حلو. فدامج بين كل بين الماضي وبين الحاضر. قدي أنتم محظوظين هون بالفحيص بوجود هيك مكان وبتنوع. يعني أنا شفت اليوم بجولتي معاكم أنجلينا الشباب والصبايا قدي بيحبوا الفن، قدي عندهم هالحس الفني. صحيح صحيح، يعني من غنى زي ما استمتعنا مع الشباب، عزف رسم، لا للرسم للمحافظ، يعني قد ما نقدر. هلا المباني كلها جديدة، بس هون عم يعني بدل ما انهم يطوروا لا عم بيرمموا، عم بيرمموا وعم بيجددوا. صحيح بيرمموا عشان نضلنا محافظين على هاي الهوية، نضلنا محافظين على التراث، على المباني، على كل التنوع الموجود بالفحيص. انا حابه نلف جوله بالجاليري ونشوف اللوحات اكثر. يلا اكيد يلا. فاصل بقى.
اهلا وسهلا فيكم من جديد. ويعني ايش الحماس كل هذا عشان هبه طالعه بالتقرير؟ متحمسين ومبسوطين وبدنا نتغزل بالتقرير. عن جد عن جد رائع وحلو ومختلف ومتنوع. انا دائما بحب عن جد لما بنروح على اي مكان نغطي اكبر عدد ممكن من الاشياء الموجوده عشان عن جد نشجع الناس على السياحه الداخليه ونقول لكم انه في عندنا كثير اشياء اثريه، اشياء تواكب الحضاره، الفنون الحلوه، الناس الطيبه، الطبيعه الخلابه. والحمد لله رب العالمين دائما احنا نتغنى بالفصول الأربعة اللي بتمرق علينا في هذا البلد الكريم. نعم، يعني فعلا يعطيكم ألف عافية كل الزملاء. ويعني من الفحيص شفنا هذه المدينة الرائعة.